ايش كيف؟ هاي من كاميرتك الخرفانة. لك والله العظيم جديد بوكس واحد ها فوكس فايف جيم مسويك رينج روفر كابو 13 14. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايش كنت اقول لكم يا جماعة؟ هذا البس ها انا قلت لكم من هلا هذا البس تعويض عن بس بكرة لانه ما راح انزل لكم بكرة فيديو يوتيوب. راح انزل لكم يوم الخميس مع نيرمين. ف اوكي خليكم اللي حضر حضر اللي ما حضر ما حضر. كنا فاتحينه عند نيرمين بس للاسف طلعت غمر وطلع انور بس الصوت ما في صوت. ففتحناه من عندنا بركي يصير عندنا صوت. هاي نوخ هاي نوخ تعال انا فكرت حتى هون كمان بقولي لي نور شكرا كتير على الفولو. هلا نورت الانستا. هلا السلام عليكم. هلا الدقة هنا احلى ها شايفة وشاهد شاهد من اهلي هنا فانز نيرمين نور. يا تعال 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 كمل طالع قستات انه هنيك رحبنا وسهلنا ما شاء الله صنع 20,000 شخص على البث. كابو 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 جماعة ان شاء الله قريبا نوصل 1,000,000 على الانستغرام. والله متحمس كتير يا جماعة انه بركي يرجع امل مليون على حسابي القديم. يا تعال 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 ناخذ قستات تعال ناخذ قستات. مين كان انور ولا مين نشوف انور ولا غمر او حدا شوف اللي بيطلع اول. طيب نشوف غمر اول حدا خلص طلع هاي ها هون في صوت كده فتحت الكاميرا في الغرفه عشان يصير لا لا عم جيب العيد هاي هاي غمر هاي الحمد لله كيفكم شو الاخبار والله الحمد لله تمام انت كيف يا انا شوفي انا انا الفنشتل بطلع كنت هرب من الجديد لك لانه بدي اطلع لبرا مشان هيك ستوريات ستوريات قبل الفتره الاخيره كلها يا حبايبي بتو وايد تسالوني على انه طلعتي وايد غير اللبس انا كلها ما اهدى ما اهدى كل ساعه غير اللبس ما اهدى غمر بالعاده بتلبس الكنزه يوم وخلص ما عاد تلبسها على فكرة أنا هي اللي اشتريتها هلا بدي اطلع فيها سمعت سمع العالم شايف شلون؟ فرجينا الاتيكيت الاتيكيت لحتى لا لا مو الاتيكيت شكلي حتى نحن اتيكيت البلوزة شو ها ما استوعب ابدا ابدا ما احنا مش تردين شو اتيكيتك شو اتيكيت البلوزة بس يا جماعة ايش جمدت؟ جمدت ولا نحن جمدنا؟ من موبايلك من وجهك لا والله مو من موبايلي يا جماعة نحن جمدنا ولا هي جمدت من موبايلي ولا شو؟ ها هنا عم تقول لا جماعة هاي غمر عم تشتري لبس تعيف الاتيكيت لأنه قال بعد 15 يوم بعد 15 يوم حقولها ترجع ترجع هي مرتين ثلاثة ترجع ترجع بس لا لا حركة لا حركة ذكية الصراحة وأنا أنا 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 بعترف إنه هي حركة ذكية بس فيها ندالة الصراحة فيها ندالة فيها ندالة مشان حرام بحياتها ما بدلت غرض على فكره ما عاد فيك تبدله والله لا لا اليوم بدلنا نحن لا ما فيك تبدله والله اليوم بدلت شلون فيك تبدله اليوم رحنا انا ورفيق اقسم بالله بدل اقسم بالله راح بسرعه عطال هيو عطال فاتوره وبدل له اياها والله العظيم والله انا ما بعرف ما كان كان اليوم اكثر يوم التبديل احسن تبدلها يا عم يا عم بدك تخرب بيتي منك كيفكم شو الاخبار شو عم تعملوا شو صورتوا والله كثر خيرك الحمد لله اقول لك شيلي شيلي المناكير بعد اذنك بعد اذنك بينزعج بينزعج عادي عنده فوبيا خلص تمام طالع لكم كلكم تس ها تس ما خلص ايوه من عدا من عدا من عدا ميك اب يوم الخميس خلاص لا عم بتصل على هي عم بتصل على البنت من حسابه الانستغرام خلاص هي رديت تعال 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 اهلين ايش وضعك؟ ايش وضعك؟ تجمدت البنت بطلت تحكي لك هيك هيك بتجمد رسائل لان بيجي كذا اتصال غادرت المجموعة وبيقولوا لك ليش ما بتردوا على التعليقات او شيء؟ كان انتوا كثير مملين ها؟ طب يلا لا 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 تردي لا لا يعني لا تناقشي بس اخي لا تناقشي تمام نحن مملين غيره لا لا خلص خلص لا لا خلوني خلوني امانة نحسن طالع جيس تاني طالع انوار نحسن طالع انوار كمان على فكره بتحسن طالع انوار طب لحظه لحظه نشوف انوار زبعت انوار انت بالبس بعاط جيس طبعا لحظه شوي نشوف
فكرت هذاك هو. هذاك انا، هذاك انا هذا حسن. يا جل... انوار اذا انت بس بعت جيست وطالع كمان هاي غمر، شكلها شكلها مطوله وبدها تبنكر ولا تطلعوني وامانه. هذا فلتر اشهد يا جماعه، فصل فصل لانه جانا شع... ايش ال... طب خذي وجهك، خذي وجهك، تعي حطي وجهك. ليش انا بطلع عيوني زرق؟ طب خذي انت مدي ما عم يطلع. طيب يا جماعه رجعوا البس مثل ما كان 35000، لانه 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 جاني اشعار وكبست وطلعت من من وجهه وطلع البس ما شاء الله رجع سرعه. لك ليش راح الفلتر؟ طيب طيب نرجع 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 بس خلي وصل 35000 نرجع. يلا هلا فطوم نورتي. هلو نيرمين كيفك؟ منيحه وانت كيفك؟ اول واحد يسال نيرمين. طيب 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 تعال وين ترى مو اول واحد يا اخي. حصريه بعد اذنك، معش انا اسف للفانز اللي عم تتصل لها بس حصريه. عم تعلل بس شو اعمل؟ طيب اطفي الموبايل. طفي النت. طفي النت، حط وضع طيران. لك هذا الفلتر شو مبرو. لك وين البلاتر؟ وين ها اوكي شيلوا لها الفلتر. مين حيطلع على فكره وجهك المساعد ضابط الفلتر؟ لا على فكره حتطلع عدسات. نرجع 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 يلا رجعوا رجعوا بعتوا الجستات. وين يلا هم كون غبر لسه عم تساوي الايد الثانيه. انفير 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 دوي دوي لانور دوي لانور شوي بخليني اطفي النت شوي تصل لانه ايه بتدشي ما بدك تصلي حدا بدك تشغلي انترنت مفروض. لا خلاص كان شو دخل حط على فكره وضع طيران. اوكي تذكى كملت تذكى. ما شاء الله رجعنا 25000 شخص يا جماعه من عدا اي مواعيد ولا شيء. برجع بعيد هذا البث مشان انه بكره مره انزل لكم فيديو لما يهدى الابلاغات عشان يحكي لي وجهك ما ساعد. لانه عم بيجي كثير على قناتي ابلاغات وهيك وعم انظر، فبكره مره انزل فيديو مشان بس يهدى وضع الابلاغات. بس يوم السبت رجع لكم بقوه وراح ننزلكم يوم الخميس على قناه ثانيه مع نيرمين. خلينا نطلع لكم خليكم جاهزين، فيديو كثير حلو لان فكرتي طبعا. خياع على جنس كشي شو عنده باش كبيته مش ميه بيو باش لا اوعك اتصل لي اوعك اتصل لي. ايش الحركه تنزلي تحت؟ اوها لسه ما لحقنا نسكر. ضفدع برمائي على فكره انتوا ساعتين عم تحكوا. وجهك وجهك مقطش مش شاشه، وجهك مقطش يعني وجهك ايه ما انه هيك على فكره المشكله من عندكم انتوا الصوت والصوره والقصص مشينك موبايلك وبس. على فكره على فكره الصوت بالموبايل بس الصوره. يا جماعه انتوا انتوا كتبوا بالتعليق هذا تشوفوني واضح لو لا؟ هلا شفناكي واضح. هلا راك واضح واضح سبحان الله. بس انا انت عم تمشي عم سبحان الله. صادق انور وين انور؟ ما 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 برد ما 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 هيك عم تمسخروا عم تمسخروا هيك علي هيك عم تنمروا علي هيك عم تنمروا علي عارفين 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 حقك علينا. ترى بيوم من الايام رح تقولي ما 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 ضحك عليك ترى يا متنمرة. خلص خلص انا اسفة انا اسفة لا تزعل. الله 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 يسامحك ان شاء الله. كنت عم تراعي مشاعرك. ليش عم تجي علي؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله امك تفوت الجنه، ان شاء الله امك تفوت الجنه وانت انت لا هي لا هي بالفيديو هي خلص انسي. هذا زي وجع وجع هو عم بدعي لامك تفوت الجنه. ايه بس رجع علي انا لسه ما لحقت امي تمام ما عندي بس انا ان شاء الله امك تفوت الجنه بس بس ان شاء الله امك ايش هالوجع يعني انا ما بدافع بس لا حرام ما حكى غيرك. انت ما بتدافعي لي؟ لا ليش هذا فعلا ماي فريند وبيست فريند وما بعرف لا شو؟ انا ماي بيست فريند تبع عمر. شوفي يور بيست فريندك عم بدافع عني عني عليك عم دافع عنك. كفو كفو نايمين كفو ما تردي شو هي فاتت التاكسي ما تردي على التاكسي او ماي جاد. انا رح اطلع رح اوصل المحل وانا طالعه معكم بس. وين وين زهبة؟ غمر عم تحكي رايحة على مطعم رح التقي بعالم مشاهير. لا 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 البنت المشهورة. او ماي جاد او ماي جاد. كان بدي طلع انوار وين راح؟ حماتي كيف حماتك؟ حماتي انا؟ انه قصدي اني مليت وجعزت. ليش جعزت؟ ايش معناتها جعزت بالعراقي؟ جعزت شو؟
مجعز جعز مجعد يعني نفس عندكم مجعد يعني شو؟ ما عندنا مجعلك 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 ها مزعوج اصلا هي حطيتها بمخي مزعج ما في باللهجه العراقيه مجعز مزعج حطيتها حطيتها بمخي والله خليني اعرف احكي في مو كيفك شو؟ انزعجت انت قلت انجعزت انت انزعجت انت قلت انجعزت يا اخي انت بتسمع ما ادري كيف ما هل شكلك وجهك مستفز بتكون نيرمين وجهك مستفز لا والله وجهك مستفز هلا بعد شوي برجع بطلع تمام يا اوكي يلا باي ما حد علي يدحم افعل ما اتكلم صدقوني ما ارحم صعب احكامي دام باي 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 هلا وينك جي جي وين رايح ايش وين رايح وين اوكي خلاص فهمت انا طالع من هون جيت جيت ما جيت ريلاكس خلاص انا اسف يعني والله قاعد بصور انا نيرمين بربك ما رحنا شيء وتسلينا وهيك لا لا ابدا بس كنا عم نتخانق كنا طول الوقت قاعدين عم نتخانق على البس بس ان شاء الله ما باي وين رايح عند عبد الرؤوف على اساس ما بتعرف ليش ما قلت لي يا خايد على اساس رايحين نصلوا يا كذابين رايحين نزل عبد الرؤوف ورايحين نصلي يا سبحان الله يا انا مالي قايل لك يا جماعه هذا نور كثير كذاب على اساس هو قال لي 6 ونكون هنيك فالساعة إلا 8 أوف والله الساعة 8 إلا ربع ايه أنا ديم يا ديم أنا كنت بحسب الساعة 9 أنا فكرت الساعة 7 بس أشوفك في بنات عم تطلعوا علي صاحبي نتحداك تحدي تروح تحكي مع البلد وتجيب لي رقم وتعطيني اياه لي من عدم تشوف انت رقم وما تحكي معهم ابدا وانا احكي معهم بس بدون تحدي ما تجيب رقم انه ما احكيهم مين طلع شو رفعت لك البس على 30000 ولك البس بالاول اولته كان 30 ايه كمان ما شفت شيء ما بعدين بعدين على فكره هذا حسابي ايه يعني مو حسابي ايش وضعك؟ ما عاد ضبط لك لك عم يرقصوا من وجهه عم يرقصوا من وجهك يخرب بيتك كده 30000 طلع انت مو قلت لي دقيتوني قلت لي تعال وكنت عم فاتح حساب نيرمين فمبالي نيرمين حسابها وما عرفت تكذب الكذبة مو؟ بطل يطلع القستات ليش؟ خلاص انت بطل يطلع القستات يي انت كمان انت خلاص باي الشر. لحظة شوي اعطوا لي خلاص لصاحبي انت وياه انت من ليه حتى اياه طلع هدو بس لصاحبي لا قصدي انت من جهة هو من جهة بيركب بيتي ومحترمينه نحن نقدر الضيف انا ما حكيت معك انا بس تعملي خطوة لبرا بيتي رح اقول لك انت انه انت خلاص يا قصدي انا هو واحد ياي صح انا هو واحد بس باشكال واحجام مختلفة سبحان الله وين صرت؟ تاورجي لا تفرجيني ليش؟ يا جماعة شو هو أنور شو مبلدني سيري بطة؟ أنا ما يشري جتني هدية وليش حطها في سيارتي مثل ما أنا حطة؟ سيارته مثل ما أنت حاططها لا ولا شي سلامتك حبيبي كيفك؟ أنا ما وصلت على أساس واحد ما عم يفهم عليك حتى بالحكي تعال ما بطيطة وكستات ليش؟ عرفت وين وصلت؟ عرفت وين وصلت، عرفت كثير وين وصلت انت، انا متاكد وكثير عرفت وين وصلت. تاخذ دب الدم بيته. بعرف حرام حرام تقول الدم بيته عشان ما يعرفوا بيته حرام. عبد الرؤوف مو بنايت اسمه لارتكس. اخ لا ولك لك لا حرام ولك. اورام بنايته. لا لا 117 بطل يطلعوا الكستات. اوكي. ياك. كنت ضغط على كهي اوكي شو بدك هلا كون بس نخلص السكر البس راح ننهي الفيديو مره صور لا مره صور فيديو ثاني بتيجي غير نهار بنصور بنفتح بس كمان راح بس نعمل نهايه الفيديو بطلع يعني ان شاء الله ساعتين ثلاث ساعات بجي تمام خليني في البيت اقعد نوره خلاص شغله 40 دقيقه بالكثير بكون عندك وعد ليك ايه راح ارجع لك ليو ليش عذبك انا عذبته
نحن عذبناك. مو مشخب بيتكم وعلم عليك. مهم تمام يعني. المهم انت كمان كله طرد شيخ في بيتك عادي عادي. هذول اولادي يعني منه فيني عادي. بس تخيل ابعتك مصعون من عندي يعني لو عندكم عادي. وين المشكله يعني ابن اخوي عبر عادي يعني. عادي بطلت لك استت ليش؟ لانه انا طالع لك. لا بطل يطلع لك ما انت ضل... ها يمكن معقول. لا ما لا 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 ما لا لا كان مع ما كان غمر هون كان عم بيطلع هديك غمر لانه عراقيه. ايش ما بعرف بس هيك بقولوا. فانزك هي فانزك هي اذا بترجع تتصل على فكره موبايلك وفان ذاتك انا شو دخلني عم حتى هون يخرب بيتك على الوجه يا انور اصلا 5000 عوض. صعدتكم البس. صعدنا البس. طب تعال ندخل معنا فانز من فانزات يلا.